اخواني اخواتي، السلام عليكم. مرحبا بكم معايا اليوم في مطبخ شرمجي. اليوم غادي نقدم وصفه جديده، هي بانوفي باي. اذا على بركه الله غادي نشوفوا المقادير. بركه الله، هذا البانوفي باي غادي نحتاجوا فيه هذا البسكوي ديجيستيف، يعني اي بسكوي عندنا نقدر نستعملوه، تقريبا مايونيز 400 غرام. غادي نحتاجوا بنانه او جوج حسب الحجم ديالها. غادي نحتاجوا هنايا 120 غرام نتاع الزبده، يعني ما فيهاش الملحه. غادي نذوبوها وغادي نحيدو منها هذاك البتيلي اللي ديما كنقول خصو يتحيد، لانه هو اللي كيخلينا الحلوه تخسر اولا كتحمض، لانه سهل انه يخسر لينا. غنحتاجو هنايا الكراميل، كيتباع في المحلات جاهز، يعني حليب مركز طايب. غادي نحتاجو جوج ملاعق، 2 ملاعق من السكر الناعم. انا ما كترش، ما غاش نكترو، انا غنستعملوه في الكريم شانتيي، يعني كريم مخفوقه. بما ان هذا حلو بزاف ما بغيتش نعاود نكتر، تكون وصفه فيها السعرات الحراريه كثيره. نحتاجو 14 غرام من سكر الفانيل او الاكستراي ديال الفاني اللي عندنا. نحتاجو 350 حتى 400 مليلتر تاع هذا تاع الكريم صالحه للخفق. غنستعملو شيدر الشوكولات، هذا فقط إضافة للتزيين. بطبيعة الحال غادي نحتاجو هذا القالب لكي كتفتح وعندنا القاعدة ديالو، وغادي نحتاجو بعض الورق المشمع إلا بغينا نضيفوه هنايا. هذا ما غاش نستعملو، ولكن من الأحسن بالنسبة للناس المبتدئين أو المرة غيديرو يستعملو. نحتاجو هذا الإناء للخفق. طبيعة الحال هاد الماكينة باش نطحنو هاد البسكويت ديالنا. إلا ما عندناش الماكينة نكتفيو بكيس بلاستيكي نحطوه فيه ونحاول نضربوه بمدلك حتى يصير عندنا ناعم. إذا على بركة الله غادي نشوفو الطريقة. أول حاجة غادي نديرو الزبدة ديالنا غادي تدوب وتحيد ليها داك البتيلي ديالها. إذا في الوقت اللي غادي نوجدو الزبدة ديالنا غادي نطحنو هاد البسكوي ديالنا، نطحنو شويه بشويه حتى يوجد. نديرو البسكوي ديالنا هنا، تأكدو ان ما عندنا حتى شي حاجه بقات لينا. إذا الزبدة ديالنا ملي غادي توجد غنخليوها، نحيدو منها البتيلي ديالها يعني هاديك الحليب الصغير اللي فيها، ونخليوها تبرد تقريبا واحد شوية. إذا من بعد ما وجدنا الزبدة غادي نضيفوها على هاد البسكوي هذا. بطبيعة الحال البتيلي ديالها ما فيهاش، غنخدموها مزيان. من بعد ما خدموها غادي نديروها في القالب وغنشوفو الطريقة. صافي البسكويت ديالنا جاهز، غادي نحطوه في القالب. كما كنقول القالب نقدروا نحطوا ليه يعني ورق مشمع من تحت، الا كان ما كنلصقليناش تكون يعني سهل بالنسبه لنا. ومن الاحسن الناس المبتدئين يديروا القاعد اللي كيكون هذا الورق مشمع يديروه لتحت باش يجيو مسهل انه يحيدوها من القالب. واي حاجه استعملها في هذا وما تطيبش يعني احسن انهم يديروا هذاك الورق المشمع. اذا على بركه الله نديروها كلها هنا. كدير نصف الكميه، انا درت الكميه مدوبله. دابا تشوفوا علاش، لان هنا غادي نحاول ندوز ملعقه هنايا صغيره، نحاول ندفع الجوانب هكا باش تجيني على شكل تورته. اذا وغادي نبدا نبريسي، يعني نضغط بالملعقه ديالي هنايا. ولا عندي كاس عندو القاعدة ديالو يعني ما مسطحة مزيان، غنخدم بها وتجيني سهلة. نشوفو هاد الشكل هذا، تنستعمل اليد ديالي هاد الشكل. بالنسبة للجوانب نحاول ندفع بالصبع ديالي هكا كتشوفو، راه ساهله. واخا تشوفوا هاد السرعه ساهله، يعني الانسان ديما يحاول يجرب الحاجه. خسر هذيك المره الاولى ماشي يعني انا صافي راه وقفات سميتو،
يعني نحاول مره اخرى، خسرات نحاول مره حتى نتاكد انني وليت كتنجح معايا 100%، لان ماشي هذه ديال واحد النهار غنستعملها واحد النهار ونتخلى عليها فقط. هذه وكنا نقدر نستعملها دائما، نقدمها للضيوف، نقدمها هي الان البيت ديالي، يعني ماشي شي حاجه صعيبه كما كتشوفوا على هذا الشكل. اذا غادي نحتفظ بها في الثلاجه، نتلاقاو ملي غادي توجد لينا. اذا هنا غادي نديرو الكريم ديالنا، نكون متاكدين انها بارده مزيان. كي كنقول ديما نردو البال، لان بسرعه تقدر تصير لينا، يعني تخسر لينا هذا الكريم شونتي وتصبح لينا بحال شكل يعني زبده. سكر فاني، سكر غلاسي، الماء درنا فيها، والان غنحاول نخدمها بطريقه باش ندخل فيها الهواء هكا شويه تصير لينا جاهزه. هنا غنحطوها في البراد حتى يعني في الثلاجه حتى نوجدوا لاطاب ديالنا. اذا الكريم ديالنا تقريبا صبحت شبه جاهزه، وفي هذه الحاله خصنا نردوا البال، لان هنا هذا هي كنقولوا الحاله الحرجه اللي تقدر تغسلنا فيها لا كريم وتصبح لينا زبده. شوف قد وقفت لي هنايا، يعني من الاحسن نوقفوا في هذا المجال، لان حسب لاكاليتي ديال الكريم ولا حسب شحال هي معطلة عندنا في الثلاجه. اذا من بعد ما خلينا 6 سوايع في الثلاجه، الان غادي نحلو عليها وغادي نشوفوا الشكل ديالها. دائما اي حاجه خصنا نتعاملوا معها بلط بشويه، نحلوها بشويه هنا احسن تفهم تحت. كعطنا لهذا الشكل هذا، يعني كيجينا قالب مقد، ولا درنا تحت منها يعني ورق مشمع غتجينا سهله ان نحيدوها. حتى لما عندناش نقدروا نديروا غير بابي فيلم يعني بلاستيك الغذائي وغادي يجينا سهل باش تحيد. حتى اللي خاف انها تلصق ليه على هذا كيقول نقدروا نديروا هذا الورق المشمع في التحت يجيني سهل. غير فقط قبل ما نحيدوها نحيدو هاد الجوانب هنا، نحاول نحلوهم بسكين شويه باش ما نجرحوش هادي، ونحيدوها منه وغتجينا سهله. اذا غتجينا على هاد الشكل. اذا ندوزو للمرحله المواليه. اذا اول حاجه غادي نبداو بها هي نديرو هاد لاكريم كراميل، نديروها القاعده ديالها هي الاولى هنا باش نمشيش لينا. نورمالمون كان ندير القاعدة ديال الحلويات باش ما تزلق لياش. هنفرق الجوانب هكا، الشكل هذا نشوفها في الوسط. اوكي من بعد نضيفو البنان، نقطعو على شكل قولي بحال هكا او دائري. نحاول نجيبو شويه البنان ما يكونش طايب بزاف، هادي هاد الكيكة هكا هاد بانوفي باي قدا قلت عندنا يومين او 3 ايام ماشي مشكل. تو بهاد الشكل هدا كيما معتنا، لانه غادي يتغطى مغاش يبان الشكل ديالو.
دونك كتشوفوا على هذا الشكل. اذا الان غنحاول نغطيوه بلا كريم شونتيي او الكريمه كما كتشوفوا على الشكل. اذا الان غادي نحاولوا نغطيوه بلا كريم شونتيي. ماشي ضروري ان نديرو ليها زواق او حاجه، يعني عادي شو مع الجناب ديالها. نحاولش نكثرو الكريم باش تقدنا. نختار هذه زوقة من الشكل. انا درت طريقة ديالي والاساس هو ديما هاد الشكل اللي كيكون. نقدر نزوقها باي فروي. اذا هذا هو الشكل النهائي ديال البانوفي باي على الطريقه ديالي. نتمنى من الله ان هذه الوصفه تعجبكم، ودائما كما كنقول ما تبخلوش علينا بجيم بارطاج والاشتراك بالنسبه للناس الجداد، ونتلاقاو في وصفه جديده ان شاء الله. السلام عليكم.